بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه الخضر والبيوت المحميه، اهلا وسهلا بحضراتكم. والنهارده باذن الله تعالى بنتكلم عن ايه؟ عن زراعه البطاطس. خلي بالك معايا، اول حاجه في زراعه البطاطس، عايز تزرع بطاطس اول حاجه هتختار التقاوي بتاعتك، وبعد ما تختار التقاوي بتاعتك بتختارها بناء على ايه؟ ليه التقاوي؟ انا بفضل الحجم ده في التقاوي اللي هو من 28 ل 35، ده بيعتبر افضل حاجه نزرعها بالنسبه للتقاوي، تمام؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، بتختار التقاوي بتاعتك حضرتك، ما تكونش التقاوي مكرمشه، حبايه البطاطس دي لازم تبقى مظلطه كده وبتلمع، ما ينفعش تبقى مكرمشه. ليه؟ لان اول ما بتدخل مكرمشه يعني فقدت من الرطوبه بتاعتها. فقدت الرطوبه نتيجه ممكن يكون فيها مشكله جوه، المهم الحبات تكون مظلطه وبالحجم ده، هو دي افضل حاجه ممكن تزرعها، تمام؟ التقطيع ممنوع منعا باتا في العروه الاولانيه اللي احنا بنزرعها في شهر 10 دهيت، ما ينفعش تقطع فيها، او اللي هي البطاطس المحلي او التقاوي المحليه ما ينفعش نقطع فيها خالص، تمام؟ طيب بعد ما اخترت الحبايه بتاعتي تكون مظلطه ما يكونش فيها كرمشه، كرمشه يعني هتدخل اساسا مجرد ما تدخل التربه وتحط عليها شويه حراره مع الميه خلاص بتضرب على طول والمشاكل بتاعتها بتظهر، فعشان كده من الاول تفرز التقاوي بتاعتك ما تكونش فيها اي واحده مكرمشه او فاقده للرطوبه بتاعتها يعني، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجة الحجم بتاعها بنقول الأفضل يكون زي كده، ما يكونش كبير عشان ما يكلفنيش كتير، والمفروض أنا أساسا مخزن البطاطس ديت من شهر 5 اللي فات، المفروض أساسا البطاطس ديت بتكون بالأحجام دهيت، والكبيرة اللي زي ديت أنا أصلا ببيعها، ما المفروض ما استخدمهاش في التقاوي، تمام؟ طيب دي حاجة. الحاجة اللي بعد كده ان التقاوي بتاعتي تكون بعيدة خالص عن اي مشكلة من مشاكل الندوات والفيروسات والإروينيا والمشاكل اللي بتحصل دي كلها، تقاوي تكون محترمة بحيث احط التقاوي بتاعتي الدنيا تبقى مظبوطة. طب معدل التقاوي قد ايه بالنسبة للفدان؟ والفدان 4200 متر، 4200 متر لاخواننا اللي مش عارفين الفدان بالنسبه لمصر يعني، تمام؟ اللي هم اخواننا المغاربه والشاميين، تمام؟ الفدان عندنا 4200 متر، الفدان بياخد كام؟ المفروض عند حضرتك طن وربع مني، بحيث ان يكون عندك لو انت بتزرع آلي بيكون عند حضرتك اساسا في بتعمل المصطبة عندك بتكون 180 سنتي، لما بتدخل عليها الريدج بعد الزراعة بتقسمها لنصين بتبقى خطين، تمام؟ الخط بمشتملاته 90 سنتي، المفروض بيكون عندي من طن وربع لطن ونص على حسب حجم التقاوي اللي عندك. وخد بالك كل ما كانت التقاوي كبيرة كل ما هتاخد منك كمية كبيرة. أما لو دي أنا بقول لك لو زي دي بالظبط كده من 28 ل 35 كفاية عليك طن للفدان، لو هتجيب قد دي لا هتاخد طن وربع لطن ونص أساسا، قد تصل لطن و600، تمام؟ طيب برضو التقاوي بتحكم فيها حاجة يا جماعة، اسكت، أنا عايز البطاطس ديت للتصنيع أو للتجاري العادي دوت للتصنيع. طبعا احنا ليها اصناف طبعا معينه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان التصنيع برضو بيكون ليه مواصفات محدده، يعني المفروض يعني في اصناف مثلا للتصنيع بتكون بنزرع فيها كميات يعني بتكون عدد الاستقمام في المتر نفسه ما بتكونش كتير. ليه؟ عشان اخد احجام كبير، عشان داخله تصنيع كنت هعملها اعملها بطاطس نص مقليه او اعملها شيبسي او اعملها المقيله، طبعا ما بتفرقش معانا، ولكن الاصناف اللي هي بتتعمل بشيبسي طبعا لها اصناف مخصوصه، والفرق بين اصناف الشيبسي والاصناف العاديه ان الماده الجافه في الاصناف الشيبسي بتكون اعلى من الاصناف العاديه. في اصناف بتبقى نص مقليه طبعا زي اللي بتستخدموها بتوع فارم فريتس اللي هي الكاردينال، وزي السانتانا وزي الدايموند، دول بيستخدموهم للجماعه انت لما بتروح ماكدونالدز كده بحطوا لك بطاطس كده اللي هي هو الموضوع ده بقى، هي الانواع دي، تمام؟
والاسمنت والدايمونت برضو دي ما بتدخلش طبعا في التصنيع، الدايمونت بتدخل في التصنيع ولكن الاسمنت طبعا بتدخل في ال 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 البطاطس اللي بتاكل بتاعه المائده. تمام. اما الاصناف اللي هي الاصناف التصنيع الشيبسي طبعا ليه اصناف مخصصه وغالبا بتزرعش في العروه دي، بتزرع في الصيف. خلي بالك وكمل للاخر هتقول. تمام. ودي طبعا فيها اصناف زي الهرمس وزي الليدي روزيتا، دول مخصوصين للتصنيع. تمام. طيب بعد كده بعد ما اخترت التقاوي بتاعتك كويسة، لما تزرع تعامل التقاوي بتاعتك معاملة كويسة بأكتر من مبيد فطر، ممكن تحط روزليكس مع موقت أو ممكن تحط موكسين مع حاجة فيه، ممكن تحط اليونيفورم، ولكن يعني ياريت نخلي أكتر من مبيد بالنسبة للتطهير. تمام. بعد ما اخترنا التقوى بتاعتنا بنختار، المفروض ان احنا مختارين الارض، والبطاطس طبعا بتجود في اصناف كتيرة من الارض او انواع كتيرة من التربة، وعلى رأسها التربة الرملية بتجود فيها جدا، والتربة اللي بتلاقيها حمراء والتربة الطينية، كل دي بتجود فيها البطاطس. ولكن لا ننصح اطلاقا بزراعة البطاطس في الاراضي الملحة او الغادقة اللي هي مكبوسة او اللي فيها املاح كتيرة، دي يمنع، والاراضي الكلسية يمنع بتاتا زراعة البطاطس في الاراضي دي اطلاقا، هتتعب نفسك على الفاضي، انت دي للأسف شديد هتكون ضعيفة. تمام. يعني انا في المنيا ما بقيتش زراعة البطاطس خالص اطلاقا، لان الاراضي هناك كلسية والوضع للأسف شديد بيكون مش حلو. واحدة يقول لي اصل نجحت عندي، ما احنا اصلنا مشكلتنا ان احنا ايه حافظين، ما احناش فاهمين. تمام. هتلاقي واحد راح في الدقهلية، او واحد راح في شركة الاوفو، او واحد راح في اي شركة من اللي هم موجودين على طريق مصر الصيت الغرب، هتلاقي عنده ربع في البيفوت تلاقي فيه رملة، الربع نفسه واطي تلاقي فيه رملة، زرع الربع بقى كويس معاه، فيقول لك اصلا لا احنا زرعنا في المينا وجدد في المينا. صدقني يعني اللي انت يعني بتذاكر فيه غيرك حفظه من زمان، ولكن انا يعني ممكن بعد كده الاراضي تتغير مع الماده العضويه وزراعه البرسيم والكلام ده والدنيا تبقى كويسه، هلا بيك ما عندناش اي مشكل خالص ازرع. تجهيز الارض للزراعه يا حضرات، اذا كنت هتزرع ري بالتمقيط، ولا اذا كنت هتزرع ري بالغمر، ولا اذا كنت هتزرع ري في البيفوتات. تمام. بتوع الري بالغمر عارفين هم هيعملوا ايه، خليني في الري بالتنقيط برضه عارفين هيعملوا ايه، خليني في الـ الاراضي اللي هي طبعا بتوع الري بالغمر والتنقيط، طبعا الاراضي عندهم هتكون كويسه، وبالتالي التجهيزات الاولانيه دي مش هتكون يعني ذات اهميه فيها قوي. طيب بعد ما اخترت الارض وعايز تزرع هتحط سماد الاساس، سماد الاساس ده حضرتك هيكون عباره عن ايه؟ ماده عضويه. طب افترضنا الارض الخصوبه بتاعتها كويسه ومزروعه قبل كده، خلاص ما عندكش مشكل خالص في الماده العضويه، طبعا تحط ماده عضويه، حب يا زيد ما عندناش مشكله خالص، حط يا سيدي لو كومبوست لو 10 طن للفدان ممتاز جدا ما عندكش اي مشكله، طبعا عشان اقتصاديا الدنيا دلوقتي مش كويسه. طيب بعد كده برضه 150 كيلو جرام سوبر فوسفات ما عندناش اي مشكله خالص. تمام. لو عندك داب حط 75 او 100 كيلو داب ما عندكش مشكله خالص. تمام. لو قدرت تحط واحد كيس بوتاسيوم محبب اهلا وسهلا، لو قدرت تحط كبريت حبنا زين، لو قدرت تحط مغنيسيوم مع سلفات حديدوز مع الحاجات دي اهلا وسهلا. مش هتحط عناصر صغرى، رش كل شهر او كل 15 يوم في النص الاولاني، بعد كده يعني بحيث انك انت 3 4 رشات عناصر صغرى تكون من مصدر محترم وشركه محترمه، مش حاجه وخلاص. تمام. طيب بعد ما زرعنا المسافات بتاعت الزراعه هتكون قد ايه؟ زي ما قلنا قبل كده طبعا المسافات هتكون بتختلف من، ولكن بنقول لو انت عندك دي الحجم ده اهو يكفيني قوي، كل متر تحط فيه خمس حبيات، يتحط فيه خمس حبيات بحيث كل بين حبه والثانيه بيبقى فيه حوالي 20 سنتي. طيب لو انا حطيت خمس حبات في ثلاث سيقان طلعوا من كل واحدة، السيقان هيطلعوا منين؟ من هنا، شايف؟ أهي أهي دي أفضل حاجة تزرع وهي ملسينة كده، العيون أهي طالعة. تمام؟ خمس سيقان في ثلاث سيقان في كل حباية يبقى عندي 15 ساق
في المترو الطولي بالنسبة للخط بتاعي، أمورك كويسة زي الفل. طيب بعد كده، بعد كده حضرتك هنزرع بالنسبة للزراعة الصيفية دهيت. تاخد بالك بعد ما حطيت سماد الأساس، تمام، بعد ما حطيت سماد الأساس تديله مية كويسة علشان يبقى متجانس مع التربة ومبقاش فيها حتة مكون فيها السماد وحتة ما يكونش فيها سماد، وبالتالي هيعمل لك مشاكل كبيرة جدا. طيب ترتيب العمليات الزراعية في البيفوت ايه؟ أول حاجة بحرك الأرض، بعد كده بقلب الأرض. طب أنا لو عندي الأرض هشة ورملة بلاش أقلبها، تكلفة على الفاضي. ليه؟ لأن اللي علمونا البطاطس خدوا كوبي بيست وعلمونا على كده. لا، هو بيعمل الأراضي الحمراء مثلا اللي ماسكة فيها إلى حد ما نسبة تضاغط بيحاولوا يفكوها، أو أرض متروكة بيحاولوا يفكوها بعملية القلاب، تمام؟ لكن الأرض رملية خالص سافو لا ما تقلبهاش، أنت بتخسر فلوس وخلاص، تمام؟ بعد ما بنقلب الأرض ممكن ناس بتاخد وش ديسك وفي ناس ما بتاخدش، بيدخل بالماركر على طول. ماركر ده يعني قطاع يا جماعة، بيقطع لك كده 180 سم، ده في البيفوتات، تمام؟ أو الرشاشات 180 سم عرض المصطبة، تمام؟ بيدخل كده الماركر يشق المصطبة بحيث يعمل يشق الارض كلها او يخططها المصاطب من سلوم ماركر يعني، تمام. بعد الماركر بتدخل العزاقة في مكان الماركر، الجرار العجل بتاعه بيبقى 180 سم. طيب العزاقة بتدخل بعد بتدخل بضارة السماد اللي هو اللي قلنا عليه السوبر فوسفات السوبر فوسفات مع البوتاسيوم محبب او كبريت او عناصر صغرى، كله بيتخلط مع بعض وبتحط في البدارة. البدارة بتبدر للارض، تمام، بتبدر لسماد كيماوي، تمام. بعد ما بدرت بقى المفروض حضرتك يعني ممكن ادي وش خفيف مية كده بالبيفوت وادخل على طول الكالتوفيتور او العزاقة الدورانية ديت اللي بتخلط لي السماد اللي انا حطيته مع ايه، بتخلط لي السماد اللي انا حطيته بتخلطه لي مع جسم التربة، تمام تمام. طيب بعد كده بيدخل وراها على طول بندي وش مية بسيط كده، او ممكن ما تديش، والافضل تدي عشان السوائل يبقى شغال براحته. وش مية لو انت عندك بيفوت على 75 ما عندناش اي مشكل خالص. وبيدخل بعد كده البلانتر بيزرع على المسافات اللي قلنا حددناها، وما تنساش تعمل التقوي بتاعتك، تمام، معاملة كويسة بالمبيدات الفطرية قبل سواء في البلانتر او قبل حتى يعني. انا كان عندي حاجة كده برش بالمطور واللي هي نازلة كده يعني، السواء بنزل بالكيس كده او الجامبو وهي نازلة في البلانتر كده، ببقى مشغل الموتور وبرش اساسا، وغير المعاملة كمان اللي بتتم في البلانتر. وبعد كده بيدخل البلانتر، طبعا معروف ان البلانتر بشق لي المصطبة ال 180 دي بشقها لي اتنين خطين، الخط منهم 90 سنتي، وبيزرع في على عمق 12 سنتي، ما يزيدش العمق عن كده في الصيف علشان التربه ما تسخنش في الشهر اللي احنا فيه ده بالذات، ما زالت الحراره مرتفعه، التربه ما تسخنش، تمام، وبالتالي يحصل تعفن للدرنات. طيب امال هدي بعد ما خلص كده ادي ميه سواء تنقيط سواء غمر، غمر طبعا بيرو، ساعات الناس بتشتغلها على التيرا كده على يغمروا الارض ميه الاول شويه دوب تشيل الرجل كده، وبعد كده بيدخل بالبطاطس وهي في الحاجات دي كده، او شايف انت دي الافضل بصراحه يعني، شايف البرعم ده هو افضل حاجه، تمام. والمهم يعني بعد ما بندي نحط البطاطس طبعا ممكن نسيبها يوم او يومين من غير ري، مفيش مشكله لو الارض فيها رطوبه، لو مفيش رطوبه هندي نغرق ميه جامد ونقعد نحاور البطاطس شويه معطش شويه، ايه ندي ميه لحد الامور ما يبقى فيه 5% انبات، وده في درجه الحراره اللي احنا فيها حاليا دي، تمام، بتبقى اللي هي بتاع 25 26 درجه كده. طبعا البطاطس بتطلع على معاك من 20 لحد شهر، 20 يوم لحد شهر اذا ما كانش قبل كده، لو جه اسبوع حراره عاليه ولا حاجه بتلاقي البطاطس كلها ابتدت تطلع على وش الارض. طب بدت تطلع
مجرد ما 5% انبت فوق سطح التربة المفروض بتطم عليها تراب تاني، سواء انت شغال بتنقيط، سواء انت شغال تحت البيفوت وعايز تعمل ريدج، تمام، اللي هو الخط ده اللي انتوا شايفينه قدامكم في الفيديو ده، او انك انت حتى في الغمر بتجيب عليها، او انت قريب الغمر بتجيب عليها تراب علشان تزود، يعني اهي البطاطس اهي لازم ازود عليها احط البيض، دي البطاطس دي هت ايه اعتبرها فرخه وهتبيض، لازم اعمل عش للبطاطس اللي هتبيضها، البطاطس دي اعمل لهم عش كده يعني تراب، بحيث ان الامور عندي تكون كويسه. ويا ريت بعد ما تعمل الريج او بعد ما تحط ميه تكون ما يكونش الارض فيها رطوبه عاليه، تكون لحد ما رطوبه كويسه، وبعد كده سيبها حوالي يومين او ثلاثه لحد ما تبدا تطلع كده، تبقى تدي ميه، ما تديش ميه على طول. لأ ليه؟ لان انت لو اديت ميه على طول هتخلي الكوم التراب اللي انت عامله ده تخليها تمسك اكتر، اما بتسيبها فيها نسبه رطوبه قبل الريج كويسه، تمام، بتلاقي البطاطس بتطلع معاك زي الفل، تطلع بسرعه معاك ما تطولش كتير. وحذاري انك تحط تراب على البطاطس وهي مطلعه ورق، القصه دي يا جماعه بتتعب البطاطس جدا وبتقعدها فتره كبيره على ما بتطلع في عمليه الريج، ولكن المفروض يعني بتطلع وهي لسه كده لفوق، تمام. طيب لو غلب عليك الامر بقى والدنيا ما بقتش كويسه اعمل ريج مفتوح. ريج مفتوح ديت يعني مصطلح يعرفوه بتوع البطاطس خصوصا اللي هم بيشتغلوا في مصر. لو عايزين نكمل انا ما عنديش مشكله خالص اكمل معاكم باذن الله تعالى، ولكن يعني عشان ما نطولش بس الفيديو ممكن نتكلم بعد كده على التسميد والمفروض بنكون ايه في التسميد وفايده كل عنصر بالنسبه للبطاطس. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حياكم الله.